منذ سنة ونصف أو سنتين على الأكثر لم أكن أفكر أبدا في ترك بلدي والمغادرة إلى المجهول في مكان آخر، لكن بعد الانتهاء من الجامعة والتفرغ إلى الحياة، أول شيء يقابلك هو الخدمة الوطنية التي تشكل صدمة لكل شاب جزائري يريد أن يغتنم أعوامه القليلة في العيش. الأمر بالنسبة لي كان سهلا، حيث أني نجوت من الخدمة التي لا تعني للوطن الكثير سوى سلب طاقة وجموح شبابه وتركهم مشتتين. خرجت بعد 5 أيام في قائمة الزائدين عن العدد المطلوب، وتحصلت على بطاقة الإعفاء من الخدمة بعد تخرجي بعام واحد في سنة 2016. بعد التخرج والخدمة الوطنية تبدو النظرة أوسع في البحث عن العمل وتكوين حياة خاصة تليق بتطلعاتي. توظفت كأستاذ للغة الإنجليزية في أحد المؤسسات التكوينية في القرية لمدة شهر، ثم بعد ذلك استخلفت مكان أستاذة في مؤسسة التعليم المتوسط لمدة شهرين. كنت متحفزا نوعا ما في خلق مسارات للعمل وكسب العيش على حسابي الخاص، لكن الأمر كان كله مجرد خدعة صغيرة، حيث أنه لم يدفع لي ولا دينار واحد مقابل ما عملته في المؤسستين. لمدة سنة ونصف لم أتلقى أي فلس. منذ الأول لم أكن مهتما بالمال، إنما ما قمت به كان من أجل التجربة فقط. في الجانب الموازي كانت البلاد تتغير بشكل مقرف نحو المجهول. رئيس البلاد اختفى منذ زمن بمرضه، وبقيت الحكومة تسير البلاد بأيادي خفية. كان التوتر يزداد كل يوم، والانحطاط في ممارسة السياسة زاد من تفاقم الوضع، حيث بدا السياسيون كالمهرجين بخطاباتهم الشعبوية وتصرفاتهم القذرة، محولين أنظار الشعب عن حقوقه ومطالبه الشرعية، ضاربين كل قيم المجتمع عرض الحائط. كان الشيء الوحيد الذي يكبر في رأس الجزائري هو الإحباط من كل جوانبه، حيث كانت سياسات النهب التي تمارسها الحكومة تسلبه أقل ما يمكن أن يحظى به أي إنسان كريم في بلده. ونتاج لذلك أصبح الفرد يعيش غالب حياته في أطر غير التي تؤسسها الدولة، وأصبحت معظم التعاملات بين الأفراد فقط في غياب القانون والعدالة الصارمين. تداخل المجتمع في بعضه وتشتتت معالمه الاجتماعية. حيث كنت أسكن أنا في قرية صغيرة التي تشبه كل القرى الأخرى حول الجزائر في فراغها من محتوى الحياة الفعلية، حدث لي أمر ما زاد من عزمي على المغادرة البلاد. أنا وأصدقائي المقربين كنا قد كوننا جمعية ثقافية تدعو إلى إعادة تفعيل النشاطات الأدبية والموسيقية والفنية في هواء هذه القرية الميتة. بدأ الأمر جيدا من الأول، وفرح معظم أهل القرية بما نقوم به من إنعاش، لكن لم يدم طويلا حتى بدأت تتطاول علينا ألسنة كثيرة في مجتمع يحكمه فقه إسلامي. كفرنا البعض وأعربوا أنهم غير مرحب بنا إطلاقا في هذه القرية. تضخم الأمر حتى اشتدت الأقاويل والتحريض، إلى أن وصل الأمر إلى عراكات كبيرة مع عائلتي. الحرية في التعبير والقول كانت مثل السلاح داخل القرية ممنوعة، وكل ما كنا نقوم به أو نقوله كان يتعرض للتنقيب والسب والشتم. رغم ذلك أكملنا المشروع الذي بدأنا فيه، وحاولنا جاهدين أن نكون حريصين على أن لا نؤذي سمع أي أحد. مع الوقت فقد كل شيء معناه، وأصبحت المشاكل أكثر من المنافع. ضاق بي الأمر كثيرا لمدة أكثر من 5 أشهر، حيث كنت أشعر أني عدو الجميع، حتى البعض من أفراد عائلتي، والكل يرمقني بنظرات غير لائقة. هنا بدأ المكان يفقد جوهره، ولفتني رغبة جامحة في الرحيل. فكرت في السفر إلى العاصمة أنا وأصدقائي والعيش هناك. الفكرة قوبلت بالرفض من طرف أهلي،
وأصبح الواقع أكثر مرارة. في صيف سنة 2017 بدأت الأمور تتحسن بعدما سببته العاصفة التكفيرية ورجعت المياه إلى مجاريها مع عائلتي. بدأت أفكر جديا في الهجرة إلى خارج البلاد، لكن لم يكن لدي أي مؤهل ليسمح لي بالمغادرة والحصول على فيزا بطريقة قانونية، مما أخذني الأمر إلى توفير بعض المال وشراء واحدة بطريقة غير قانونية. نجح الأمر في أول محاولة لي. في نهاية السنة يوم 27 من شهر ديسمبر أخبرت أمي أني ذاهب من أجل الدراسة فقط. الأمر كان بالنسبة لي أشبه بالعار، حيث أني أغادر بلدي لأول مرة بهذه الطريقة مثل المطرود. الآن مرت سنة كاملة على تواجدي في فرنسا ولا زال الأمر يؤرقني. قبل أن أقدم هنا كانت فكرتي أن أتيها في أي أرض أوروبية، كون الأمر لم يعد يهمني منذ أن خرجت من الوطن. 3 أيام الأولى التي أمضيتها في عاصمة النمسا كانت كفيلة بإقناعي أن فرنسا هي الوجهة الأحسن لي كجزائري بحكم اللغة والجالية هناك، حيث يوجد البعض ممن يمكن أن أستند عليهم في بداية مشواري في تكوين حياة أخرى من جديد. أصبحت أحمل لقبا مقابلا عند قدومي إلى فرنسا، حراق، أي مواطن غير شرعي من دون أي حقوق. لا يوجد أي حق في هذا العالم الذي يمنحك إنسانيتك من دون أي مقابل. العالم تغير بشكل مقرف. أشعر بالوحدة طوال الوقت منذ قدومي إلى هنا، كوني غريب على كل شيء، كما أنه بالنسبة لي ليس من السهل تشكيل ذاكرة جديدة ومحيط وأصدقاء جدد يعيدون إليك روح المقاومة في الحياة. كما أن العالم أصبح مادي بالدرجة الأولى، فالتوتر أصبح لا يفارق تفكيري في كل الأيام. الحصول على عمل شبه مستحيل، ويتطلب ذلك تنازل عن بعض من الكرامة الإنسانية والحق، لكن العمل بأي ثمن أحسن من الجلوس على أي حال. تمر أيام من دون عمل أو نقود، تمر بشقاء ومرارة، ويسعفني الحظ في أيام أخريات حينما يكون معي القليل من المال، لكنها تمر كذلك بصعوبة كون الأمر لا زال دائما مجهولا بالنسبة لي.